كشفت اللجنة المنظمة لنهائيات كأس العالم 2030 عن شعار البطولة التي تستضيفها المغرب والبرتغال وإسبانيا، وشهد الحفل الذي أقيم في العاصمة البرتغالية لشبونة الكشف عن قائمة السفراء الذين تم اعتمادهم للترويج لمونديال 2030، وضمت القائمة 11 من نجوم كرة القدم السابقين والحاليين، وضمت نجم البرتغال السابق لويس فيغو والنجم الحالي كريستيانو رونالدو والقائد السابق لمنتخب إسبانيا أندريس إنيستا وقائد المغرب السابق نور الدين النيبت، بالإضافة إلى أشرف حكيمي واللاعب غزلان شباك. وكان مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم قد قرر في أكتوبر الماضي اعتماد ملف المغرب وإسبانيا والبرتغال كترشيح وحيد لتنظيم كأس العالم 2030. تواصلت ردود الأفعال الإيجابية في الشارع الرياضي المغربي بعد انضمام نجم ريال مدريد إبراهيم دياز إلى تشكيلة أسود الأطلس. دياز تدرب مع المنتخب المغربي بعد يوم من وصوله إلى العاصمة الرباط، حيث اختار اللاعب لأسود الأطلس بدلا من إسبانيا. وتنتظر الجماهير المغربية أول ظهور للنجم البالغ من العمر 24 عاما في مباراة أسود الأطلس الودية أمام أنغولا يوم الجمعة المقبل. وتعول الجماهير على دياز لتعزيز تشكيلة وليد الرجراجي التي تنتظرها تصفيات مونديال 2026. للمزيد ينضم إلينا الصحفي الرياضي حمزة شتاوي من العاصمة المغربية الرباط. سيد حمزة، مرحبا بك معنا في سكاي نيوز عربية. سأبدأ معك من مونديال 2030 الذي ستستضيفه دول المغرب وإسبانيا والبرتغال سويا. هل تم الاتفاق على عدد المباريات في كل دولة مستضيفة، وهل تم توزيعها بالتساوي، أم أن هناك دولة يعني تقام مباريات على أرضها أكثر من دولة أخرى؟ أهلا بك زميلتي كريستين، أهلا كذلك بكل مشاهدي وأوفياء شاشة سكاي نيوز عربية. أكيد الاجتماعات متواصلة، اجتماعات اللجنة المنظمة، هذه اللجنة الثلاثية التي تضم رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم فوزي لقجع ورئيسي الاتحادين الإسباني والبرتغالي. حتى الآن ليس هناك اتفاق رسمي على عدد المباريات التي سيحتضنها كل بلد. ما هو شبه مؤكد ولكن ليس في الإطار الرسمي هو أن الصراع على احتضان المباراة النهائية سيكون بين المغرب وبين إسبانيا، بين ملعب سانتياغو برنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد وملعب الدار البيضاء الكبير الذي سيكون بمواصفات عالمية يعني سعة تتجاوز 110,000 مناصر في قرية رياضية حديثة بجميع المرافق التي تحتاجها الملاعب العالمية بمنطقة بن سليمان هنا يعني جوار العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء. هنا احتدام على احتضان المباراة النهائية بين العاصمة مدريد والعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء. بالنسبة لتوزيع المباريات هناك يعني اجتماعات دائما ما بين رؤساء الاتحادات الثلاثة المغربي والبرتغالي والإسباني، لكن ليس هناك اتفاق رسمي عن كل المباريات التي سيحتضنها كل بلد. طيب دعنا ننتقل إلى موضوع آخر، نجم ريال مدريد إبراهيم دياز الذي اختار تمثيل المغرب بدلا من إسبانيا. اسم كبير رغم صغر سنه 24 عام ينضم لتشكيلة أسود الأطلس. بداية، كيف كانت ردود أفعال الشارع المغربي عند إعلان هذا الخبر؟ أكيد هو انتصار هذا للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والاتحاد المغربي برئاسة فوزي اللقجع، لأنه أن تتفوق على اتحاد كبير من حجم الاتحاد الإسباني الذي ناضل وحاول أن يقنع إبراهيم دياز من خلال ضغط كبير جدا على اللاعب. أنا أقول لك من مصادر جد مقربة من إبراهيم دياز، من أحد الأصدقاء الذين يشتغلون في محيط إبراهيم دياز، أخبرني قبل تقريبا 3 أسابيع على أن إبراهيم دياز مقتنع تماما بتمثيل المنتخب المغربي ويريد الدفاع عن ألوان المنتخب المغربي. كان ينتظر فقط الفرصة لكي يعني يعلن عنها بشكل رسمي. جاءت الفرصة عندما وجه له وليد الركراكي الناخب الوطني الدعوة ليكون حاضرا
حاضرا في وديتي انغولا وموريتانيا. اليوم ابراهيم دياز كما تفضلتي 24 سنه لاعب يافع، لاعب يعني سجل 5 أهداف من 24 مباراه في الليغا، سجل هدفين من 5 مباريات في دوري ابطال اوروبا، لاعب يعني كتب وفرض نفسه في كتيبه الميرينجي رفقه الايطالي كارلو انشيلوتي، اضافه كبيره جدا. اليوم هذا العمل يحسب كذلك لمندوب الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم في اسبانيا الزميل ربيع تيكسا الذي قام بمجهود كبير من اجل اقناع هذا اللاعب واسره اللاعب بان يدافع ابراهيم دياز عن الوان المنتخب المغربي. والاجمل كذلك هو الكلمات التي تحدث بها ابراهيم دياز كما قال على انه سعيد جدا، بل يعني كان حد الانبهار بالاستقبال الذي لقيه هو وسائل الاعلام المحليه وكذلك الاجنبيه التي كانت حاضره في مطار الرباط سلا من اجل استقبال هذا اللاعب. وشاهدنا كذلك في الحصص التدريبيه الماضيه منبسطا وان سهر بسرعه مع المجموعه رفقه نجوم كبار يعرفهم حتى يعني لاحظنا اللاعب هو بنفسه كان متفاجئ من يعني الحشد الكبير اللي كان موجود على المطار لاستقباله وكل هذه الضجه حول قدومه ل يعني لمنتخب المغرب. سيد حمزه، ماذا سيضيف ابراهيم دياز لتشكيله وليد الرجراجي التي احرزت انجاز في مونديال قطر باحتلالها رابع العالم؟ وهل كان ينقص المنتخب المغربي لاعب مثل ابراهيم دياز؟ أكيد هم اللاعبين الكبار المرموقين النجوم إضافة في أي منتخب وفي أي نادي. المنتخب المغربي في حاجة إلى اسم من قيمة إبراهيم دياز ولاعب يافع كما سبق وأن ذكرت. ماذا سيضيف؟ سيضيف يعني طابع خاص للمجموعة، لأن وليد الركراكي كان في حاجة للاعب بإمكانيات إبراهيم دياز، ونتمنى أن يساهم في فك العقدة، عقدة كأس إفريقيا. النسخة القادمة ستحتضنها المملكة المغربية، المنتخب المغربي أو المنتخب المغربي في جعبته كأس واحدة ووحيدة سنة 76 900 و1000. منذ ذلك الحين نخرج بخفي حنين، اليوم نتمنى أن نحقق هذا اللقب، تركيبة كبيرة. وإلى جانب إبراهيم دياز هناك أسماء كبيرة جدا حاضرة في تشكيلة المنتخب المغربي. الجميل في إبراهيم دياز وباقي الرفاق الذين حضروا هو أنه بدأ واضحا أن المنتخب المغربي بدأ يضمن الخلف، لأنه عندنا رومان سايس، عندنا حكيم زياش، ياسين بونو، بعض الأسماء ربما التي قد سفيان أمرابط، الأسماء التي قد تتجاوز 30 وتدق يعني وتطرق باب الاعتزال بعد سنوات قليلة. لكن اليوم موجود الخلف في إبراهيم دياز، في ريتشاردسون، في أسماء أخرى. طيب عن هذه الأسماء الأخرى دعني أسألك سيد حمزة، هل تتوقع أن يبدأ ربما مشروع جديد مع دماء جديدة بدءا بإبراهيم دياز ولكن أيضا مع قدوم يعني لاعبين شباب آخرين، أم نتحدث عن يوسف الخدام اللي هو من خريجي أكاديمية ريال مدريد وأيضا الياس بن صغير لاعب موناكو؟ أكيد إلياس بن صغير موهبة إمارة موناكو واحد من الأسماء الكبيرة. اليوم يوسف الخديم الملقب بيوسي كذلك من أفضل المواهب الصاعدة في الفريق الملكي. ريتشاردسون في وسط الميدان من اللاعبين المميزين. نايف أجرد كذلك مدافع وستهام عمره لازال صغير. اليوم المنتخب المغربي لا خوف على الجيل القادم، والأجمل من ذلك هو اليوم يعني مجموعة من المواهب موجودة في المنتخب الأولمبي أقل من 23 سنة أبطال إفريقيا، موجودة في منتخبات الفئات السنية. اليوم أقول على أن المنتخب المغربي لديه قاعدة اختيار كبيرة جدا، ما نحتاجه هو أن تكون المجموعة قوية، لأنه النجوم أحيانا لا تعطيك النتيجة في حال ما كانت يعني المجموعة غير منسجمة، وهذا ما نتمنى فعلا إن شاء الله. على أمل يعني الانسجام بين كل هؤلاء النجوم. سيد حمزة أنا أشكرك جزيلا على هذه المشاركة معنا من الرباط، الصحفي الرياضي حمزة شتاوي.